هنسي جمعة سعيد رئيس الدعوة والإعلام بالمجلس الإسلامي ولاية الأسوان الوسطى، رئيس اللجنة العليا لبرنامج شهر رمضان المعظم، شعب جنوب السودان والمسلمين في العالم أجمع بحلول شهر رمضان الكريم. جاء ذلك في حديث له للتلفزيون، وأبان سعيد أن المجلس أعد خطة للدعم السلام بالبلاد من خلال برامج ثقافية ودينية واجتماعية، داعيا رجال الدين المسلمين والمسيحيين إلى ضرورة الصلاة من أجل السلام. وإذا كان عندنا رسالة في خلال شهر رمضان، نحن رسالتنا واحد، اللي هو إحنا كلنا نصلي في خلال شهر رمضان كمسلمين، إنه ندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يجيب لنا السلام في جنوب السودان، وهنا ندعو الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، لأنه هذا من الأشهر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل فيها دعوة الناس، لأنه الإنسان بيكون يمسك نفسه من الأكل والشرب وكل ملذات الدنيا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبالتالي هذا الكلام إذا كان ما عشان كلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما في إنسان ممكن كان يقدر إنه يمسك نفسه بهذه الطريقة، فإنه ربنا سبحانه وتعالى عارف إنه مسألة دي صعبة، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خص هذا الشهر لعباده الخاصين وهو يتقبل منهم الدعوات، فبالتالي نحن من خلال شهر رمضان المعظم نحن هنجتهد انه ندعو الله تبارك وتعالى في مساجدنا وفي اماكن الافطار كله ربنا سبحانه وتعالى انه يوحد صفوفنا ويوحد قلوبنا ويجيب لنا السلام والطمأنينة في هذا البلد، لاننا نحن محتاجين الان لربنا سبحانه وتعالى، ما في انسان يقدر يحيل الان المشكله اللي نحن عايشين فيه الا ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده نحن انسب وقت لنا عشان نحن نرجع لربنا سبحانه وتعالى.